السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة النشيد. هذه الحصة تندرج في الأسبوعين الأول والثاني من الوحدة الثانية، مجال الحياة المدرسية، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذن نبدأ على بركة الله. إذن ماذا نلاحظ في الصورة؟ نلاحظ في الصورة مجموعة من التلاميذ في ساحة المدرسة يلعبون والمعلم برفقتهم، ونلاحظ أيضا مجموعة من التلاميذ يتحدثون إلى المعلم. إذن التلاميذ في ساحة المدرسة يلعبون والمعلم رفقتهم، وهناك تلاميذ يتحدثون إلى المعلم. إذن نقرأ النشيد. عنوانه: هي مدرستي، هي مدرستي، هي مدرستي بيتي الثاني، لا أنساها لا تنساني، تستقبلني كل صباح فكما أهواها تهواني، فيها كتبي وأساتذتي ولقاءاتي بالخلان، فيها أملي وشروق غدي ودفاتر حلمي الفتاني. هي مدرستي ما أحلاها، ما أعذب من بعها الداني، تبني روحي تبني جسدي، وغدا سأكون أنا الباني، أبني بلدي أبني وطني، أبني أمجاد الأوطان. إذن أعيد: هي مدرستي، هي مدرستي بيتي الثاني، لا أنساها لا تنساني، تستقبلني كل صباح فكما أهواها تهواني، فيها كتبي وأساتذتي ولقاءاتي بالخلان، فيها أملي وشروق غدي ودفاتر حلمي الفتان. هي مدرستي ما أحلاها، ما أعذب من بعها الداني، تبني روحي تبني جسدي، وغدا سأكون أنا الباني، أبني بلدي أبني وطني، أبني أمجاد الأوطان. ده المعجم المساعد: أهواها أحبها، الفتان الجميل، الخلان الأصدقاء، الداني القريب. إذا ماذا تبني المدرسة في الطب؟ إذا تبني روحي تبني جسدي، إذا تبني المدرسة في الطفل الروح والجسد، إذا تبني المدرسة في الطفل الروح والجسد. ماذا سيبني الطفل؟ ماذا سيبني الطفل؟ إذا أبني بلدي أبني وطني، أبني أمجاد الأوطان. إذا سيبني الطفل بلده ووطنه وأمجاد الأوطان. إذا سيبني الطفل بلده ووطنه وأمجاد الأوطان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.